הקשרים עם המלך המרוקאי התחילו בשנות ה-60. ونرفض ايضا كل عمليه تطبيع مع الكيان الصهيوني لان التطبيع مع الكيان الصهيوني هو دفع له وتحفيز له كي يزيد. فلم يذكر في مقررات فاس على ان الاتصال باسرائيل انه حرام انه حرام انه حرام. 21 فبراير 2020 رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العجباني لبس كوستيم وكرافطة مخططة وخرج في تصريح تيقول أن المغرب ملكا وحكومة وشعبا يرفض كل أشكال التطبيع مع الاحتلال الصهيوني لأن التطبيع ما غادي يعطيه الضوء الأخضر في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني وقتل الأبرياء وأن القضية الفلسطينية عند المغاربة خط أحمر. الحمد لله ما فقدناش الذاكرة، باقي ما دازت حتى 3 شهور للخط الأحمر تبدل ليه اللون. الشويرف ديال ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية غادي يفاجئنا بجوج تويتات ما عرفنا نفرحوا فيهم ولا نبكيو. المغاربة ما بقاوش فاهمين داخو وقالوا إن البقرة تشابه علينا. واش ما كانش خصنا نديو على العثماني حيت هو اللي قال قبل باللي الكمامة ما عندها حتى شي فايدة في الحماية من الفيروس، لكن من بعد إلا حصلوك ما دايرهاش تخلص خطية. واش حنا فرحانين بالاعتراف الأمريكي بالصحراء المغربية؟ بطبيعة الحال حنا غادي نطيروا بالفرحة، وهذا الاعتراف هدف الدقيقة 90 خاصو شي تزغريتة توصل حتى لزحيليك. ومضي لي المقص السيبوريطة أسد الصحراء وافتح لي القنصليات في العيون الداخلة على عينين العديان فقسهم شوية. لكن باش يكون المقابل هو التطبيع مع إسرائيل، هنا اختلفوا المغاربة في الآراء. شي اعتبر الأمر خيانة القضية الفلسطينية وأن التطبيع مع الاحتلال خطيئة وأن هاد النهار كحل حسوا فيه بالإحراج قدام العالم العربي، وقالوا بدات كتنقرض أملنا في هاد الوطن وأننا أكلنا يوم أكل الثور الأبيض. وشرفع رايتنا عم للتطبيع بمبدأ فإن جنحوا للسلم فاجنح لها، معتبرين أن المغرب مضطر أخاك لا بطل وأن المغرب خصو يشوف مصلحته هي الأولى وكل واحد يصوت على كبالته وأن تازق بالغزة وما خصناش نكونوا فلسطينيين أكثر من الفلسطينيين، وأن بسبب تعنت القيادة العسكرية في الجارة الشرقية والبوليزاريو الذي تحتضنه وتحويه الجزائر والشكل في العكل اللي دايره فأنت مضطر أنك تطبع حتى مع الشيطان. وكاين اللي قال راه ما كاين لا تطبيع لا مولاي العيدي، المغرب أصلا مطبع من زمان وعلاقته بإسرائيل كانت طبيعية وغادي تعاودي تحل مكتب الاتصال اللي تسد في أكتوبر 2002. طبعا العلاقات مع إسرائيل هي تطبيع وخت ما تزوق، وهذا كينافي داكشي اللي جا في مبادرة السلام العربية في قمة بيروت فين الدول العربية ومعهم المغرب داروا التزام على أنهم يتوقفوا على إقامة علاقات مع إسرائيل حتى تنسحب من كاع الأراضي العربية المحتلة على حدود 1967 وقيام دولة فلسطينية ذات سيادة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتكون العاصمة ديالها القدس الشرقية، وهذا في حد ذاته اعتراف بإسرائيل. كلنا كنعرفوا أن السياسة مسمومة ما كتخدمش مش فيها العاطفة وأن أي سياسي شديد إلا وكتلقى ميكيافيلي بان ليه في ودنه. لكن واش كيعرفوا المغاربة تاريخ العلاقات المغربية الإسرائيلية وعلاش في بلدة قريات عكرون سمات إسرائيل شارع رئيسي باسم الملك الراحل الحسن الثاني؟ وشنو كيعرفوا المغاربة على القضية الفلسطينية وعلى الحروب العربية ضد إسرائيل؟ وفاش نفع المغرب فلسطين؟ وكيفاش أن الديوان الملكي المغربي تيقول أنه غيبقى يدعم القضية الفلسطينية وحقها التاريخي وفي نفس الوقت طبع مع العدو الاحتلال الإسرائيلي؟ وكيفاش شي وحدين تيقولوا باللي فلسطينيين براسهم راهم مطبعين مع إسرائيل؟ وشنو تاريخ علاقات المغرب مع المخابرات الإسرائيلية الموساد؟ واش بصح الحسن الثاني عاون الموساد الإسرائيلي في أنه يتجسس على القمة العربية في الدار البيضاء فاش ربحوا حرب 67 كيف ما جعل الجنرال الإسرائيلي شاومو غازيت مقابل اغتيال المعارض المهدي بن باركا؟ وعلاش في 1986 استقبل الحسن الثاني رئيس وزراء اسرائيل شمعون بيريز امام انظار العالم العربي؟ وشنو كيعني ان ملك المغرب هو رئيس لجنة القدس الشريف؟ الحلقة ديال اليوم فيها شلابك ومعلومات، غنجاوبوا على بزاف ديال الاسئلة. داكشي علاش عطونا لايك وشاركوا في القناة وتابعوني على الانستغرام. نبداو.
9 فبراير 2020 نهار لحد ما كينحدوا مع الصباح 10,000 مغربي خرجوا لشوارع العاصمة الرباط جايين من كاع المدن في مسيرة وطنية تضامنا مع الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية اللي جاي في الكار واللي كان جاي في التران واللي جاي في طنوبيلته كاملين جمعوا في شارع محمد الخامس رجال ونساء رافعين لافتات فلسطين ليست للبيع نتنياهو يا جبان فلسطين لا تهان وحرقوا العالم ديال إسرائيل ومعتبرين التطبيع معها جريمة هذه كانت من بعد ما أعلن ترامب على صفقة القرن أو خطة ترامب للسلام المغاربة كيسميوها صفقة بوقرن الخطة تقول أنه غدار دولة فلسطينية بلا جيش بلا قوات مسلحة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة وتبقى منطقة منزوعة السلاح تحت الحكم الذاتي والقدس الشريف يكون العاصمة ديال إسرائيل تحت السيادة الإسرائيلية ويتصوب جسر بين الضفة الغربية وقطاع غزة باش تسهل الحركة من بين اللافتات اللي رفعوها المغاربة كانت إسقاط مؤتمر العار المؤتمر اللي تسمى مؤتمر البحرين للسلام الاقتصادي باش يجمعوا الفلوس للاستثمارات البنى التحتية اللي خربها الاحتلال في المناطق الفلسطينية الخطة اللي حطها ترامب ونسيبو غاريت كوشنر رغم ذلك من بعد وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة اعلن على ان المغرب غيشارك في المؤتمر وان المملكة المغربية موقفها ثابت انها مع حل الدولتين واقامة دولة فلسطين عاصمتها القدس الشرقية ودولة اسرائيل يعيشوا جنب الى جنب على حدود 1967 حل الدولتين هو اعتراف بدولتين الحل اللي كطالب به السلطة الفلسطينية اللي كيقودها الرئيس محمود عباس اللي بدوره كيعترف بدولة اسرائيل منذ اتفاقية اوسلو نهار وقع ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية اتفاق السلام مع شمعون بيريز وزير خارجية إسرائيل الحسن الثاني ديك الساعة قال من ياسر عرفات سلم من الحنك للحنك على شمعون بيريز فاحنا ضمنيا كنعترفوا بإسرائيل وفتحات إسرائيل بيرو ديال اتصال في شارع بن بركة في الرباط ملك المغرب الراحل الحسن الثاني سنة 1958 مني كان ولي العهد زار لبنان وكانوا حاضرين مثقفين لبنانيين قال لهم هذا المشكل ديال إسرائيل العرب ما غاديش يقدروا يحلوه وقال لهم كون كنت أنا بلاصكم كون اعترفت بإسرائيل شحال هذه ودخلتها لجامعة الدول العربية هاد الشي ما قلتوش أنا وإنما قالوا الحسن الثاني براسه في الكتاب ديالو ذاكرة ملك صفحة 151 فصل ديال النزاع العربي الإسرائيلي وقال أن اللي ساءوا القضية العربية هما العرب براسهم وكون قبلوا بتقسيم فلسطين ديال 1947 كاع ما نوصلوا لهذا الوحيد لكن شنو هو تقسيم فلسطين 1947 هو القرار اللي خرجته الجمعيه العامه للامم المتحده منين سال الانتداب البريطاني على فلسطين هذا القرار فيه انه غادي يقوموا جوج ديال الدول منطقه مخصصه للدوله اليهوديه اسرائيل ومنطقه مخصصه للدوله العربيه فلسطين ومنطقه القدس تبقى منطقة دولية برعاية الأمم المتحدة القصة ديال الفلسطينيين راه ما باعوا لأرضهم لوالو بل كانت فلسطين تحت الانتداب البريطاني بحالها بحال مصر والسودان اللي كانت مستعمرة بريطانيا ليبيا احتلاتها إيطاليا تونس والجزائر كانت مستعمرة فرنسية والمغرب تحت الحماية الفرنسية والإسبانية العراق والشام وشبه الجزيرة العربية اللي فيها السعودية واليمن والكويت وعمان والإمارات وقطر كانت جزء من الدولة العثمانية الحركة الصهيونية بدأت في 1896 وكان الهدف هو تدير وطن قومي اليهود في أرض فلسطين بسبب تشتت اليهود ومعاداة سامية الصهيونية تبنات على عقيدة باطلة بأن ديك الأرض هي أرض الميعاد اللي وعد بهم الرب حسب معتقدهم بأنهم شعب الله المختار وهي أرض كتمتد من نهر مصر حتى لنهر الفرات في سفر التكوين الإصحاح 15 لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر الى النهر الكبير الفرات وبدات كتشجع اليهود اللي مشتين في العالم باش يهاجروا لفلسطين ويديروا الدولة ديالهم تما 1917 وعد بيلفور تم الحكومة البريطانية غتعلن على دعم تأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين تم بدات هجرة اليهود وبدات الاعمال الارهابية ديال الصهيونية 1948 غتنوض الحرب في فلسطين ضد القرار ديال التقسيم حرب ما بين المملكة الاردنية المملكة المصرية المملكة العراقية سوريا والسعودية
السعودية ولبنان ضد المنظمات الصهيونية اللي شكلت جيش الدفاع الإسرائيلي مدعومة من الاتحاد السوفيتي وميريكان. الحرب اللي ربحت فيها إسرائيل وخسروا فيها العرب، وتم إسرائيل غتحافظ على الأراضي اللي فيها وغتزيد تسيطر على 50% من الأراضي العربية. الضفة الغربية غدا تولي تحت سيطرة الأردن، قطاع غزة غادي يولي تحت سيطرة ديال مصر. تم أكثر من 1 مليون فلسطيني تم التهجير ديالهم من بلاده، 1 مليون فلسطيني تم التهجير ديالهم للضفة الغربية والقطاع غزة كلاجئين هاربين من الحرب وتم التشريد ديالهم. الأراضي ديالهم تمت المصادرة ديالها من الاحتلال الإسرائيلي. داكشي علاش فلسطينيين باقين لحد الآن كيحتفظوا بالساروت ديال دارهم اللي مشات ليهم. العملية اللي تسمات بالنكبة وبقات هدنة حتى 1967 بلا ما تاخذ فلسطين استقلالها، رغم أن أعلنت استقلالها جوج المرات، لكن تمر محضات باعتراف الأمم المتحدة. 13 شتنبر 1965 تنعقد مؤتمر القمة العربية الثالثة في الدار البيضاء، حضر لها عاهل المملكة السعودية وجمال عبد الناصر رئيس مصر ورئيس العراق عبد الرحمن عارف وأمين الحافظ من سوريا وهواري بومدين اللي كان كيمثل الجزائر والملك حسين عاهل الأردن. الملك الحسن الثاني منين خد الكلمة قال لهم شوفوا عندنا حل من جوج، يا إما نتفاوضوا مع إسرائيل ويكون هناك تعايش سلمي بين إسرائيل وفلسطين، وأنا مع هذا الخيار، وإما نهاجموا إسرائيل. إلا ما بغيتوش التفاوض فما كاين لاش نضيعوا الوقت، فلنبادر إلى الهجوم بجيش قوامه 100 مليون فرد، وخا يكون مسلحين غير بالعصي والهراوات، ونفكوا المشكل. في 2015 خرجت إشاعة من صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية على العلاقات السرية المغربية مع الموساد اللي سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بنشر التفاصيل، والكذبة ديالهم الخطيرة اللي اتهموا فيها الحسن الثاني باللي خصص طابق على قدم اللوطيل اللي كانت فيه القمة باش يتقوسوا عليهم. ورئيس الموساد قال باللي خداو كاع الوثائق والمعلومات والخطابات اللي تلقات في المؤتمر اللي كانت كتعلق باستعدادات الجيوش العربية لمحاربة إسرائيل، وقال باللي هادشي كان بمقابل المساعدة الاغتيال المعارض المهدي بن بركة. وطبعا هادشي غير كذبة من الكذوب ديال الموساد الصهيوني باش يضرب الثقة بين العرب باش يسهل عليه اختراقهم. المغرب اللي لطالما وقف مع القضية الفلسطينية، وكانوا الجنود المغاربة أولى طلائع القوات العربية اللي شاركت في حرب أكتوبر 1973 ضد إسرائيل بلواء المشاة ولواء مدرع بأكثر من 6000 مقاتل بالدبابات والمدفعيات. المئات من المغاربة كانوا شهداء في هضبة الجولان نهار خلاهم رئيس سوريا حافظ الأسد بلا غطاء جوي، كل ما اعتقهمش رئيس صدام حسين. كون طائرات المقاتلة ميراج و F5 ديال إسرائيل دارت الإبادة للتجريدة المغربية. 8 ديال المغاربة وقعوا أسرع عند إسرائيل، هي فين منظمة المؤتمر الإسلامي غتأسس لجنة القدس في 1975، وكان الرئيس ديالها هو ملك المغرب الحسن الثاني اللي غيحدث وكالة بيت مال القدس الشريف. نقدروا نديروا فيديو نشرحوا فيه الدور ديال لجنة القدس اللي كيترأسها ملك المغرب محمد السادس. المغرب اللي طبع علاقته مع إسرائيل، المغرب اللي أقدم مملكة في العالم العربي واللي الملك ديالها كيتسمى أمير المؤمنين اللي وضع سيادة البلاد أولا. فإذا كانوا الفلسطينيين عندهم الحق يسترجعوا أراضيهم، فالمغرب عنده الحق يسترجع أراضيه. وإذا كانت فلسطين محتلة فالمغرب ماشي في الرويبة، الصحراء المساحة ديالها أكبر من المساحة ديال بريطانيا، شبعانة فوسفات وسواحل غنية بالثروة السمكية، احتمالية كبيرة تكون متختخة فوق الذهب الأسود وتكون فيها ثروة نفطية كبيرة. أرض كتمثل بوابة المغرب لغرب إفريقيا، لأن المغرب هو أكبر مستثمر في هذه المنطقة. هذه المساحة كاملة باقة كتصنف كمنطقة متنازع عليها. سبتة ومن ليليا المحتلتين 21 جزيرة مغربية ما زالت تحتلها إسبانيا. وخاصنا نعرفه أنه إلا كانت غير 16 دولة اللي كتعترف بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، فراه قبل عام تشي دولة ما كانت كتعترف بالسيادة المغربية على الصحراء، وإنما كانت كتصنف كمنطقة متنازع عليها. لكن دابا أقوى دولة في العالم كتعترف بمغربية الصحراء. جوجل شركة أمريكية، إذن الخريطة ديال جوجل غدا تبدل وغيتحيدو دوك الشريطات وغتحيد ديك سمية ديال الصحراء أوكسيدونتال. وأظن أن كاين شي حاجة خيبة، شي حاجة كانت غطرة الله يستر
داكشي علاش كان خاص مولم ضل يتحرك. احتمال كبير ان المخابرات المغربيه عاقت بشي تنقنيقه وان الحرب كانت غتنوض، خصوصا ان راس الحرب ديال بوليزاريو اعلن على انتهاء وقف اطلاق النار. حنا عندنا خطر كبير حدا رجلينا اللي هو جبهه البوليزاريو اللي الزعيم ديالها قال اننا مستعدين للحرب مع المغرب. واللي باغي يعرف تفاصيل على جبهه البوليزاريو راني فايت درت جوج فيديوهات عليهم غيكونوا هنايا. الموقف الرسمي للمغرب هو دعم حل الدولتين، دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية. الدولة الفلسطينية تكون العاصمة ديالها القدس الشرقية. كاين واحد السؤال كيتطرح، واش الا جا جو بايدن كرئيس جديد الامريكان واش زعما يبدل الراي ديالو ويسحب هذا الاعتراف؟ الجواب حتى واحد ما عارف، لكن اللي متاكدين منه ان قرار ترامب قرار رئاسي والقرارات الرئاسيه في امريكا ما كيتبدلوش، وان الرئيس اللي كيجي خاصو يكمل داكشي اللي بداه الرئيس اللي قبل منه. مع التعلن التطبيع والاعتراف مواقع التواصل غرقات بالسبان والمعيور بان المغرب دخل في خانه الخيانه وان المغرب والامارات هما اكبر خائنين للقضيه الفلسطينيه. اولا فرق كبير ما بين تطبيع الامارات وتطبيع المغرب. الامارات غنات على التطبيع وخرجت اغاني ديال السلام وكدير اشهار للتعايش مع اسرائيل، وحتى ان الاماراتي يوسف وسيم خرج كيدافع على اسرائيل. فواش المغاربه حتى هما يخرجوا أغاني على السلام مع الاحتلال، ولا هذه غير ورقة ومكتب غيتحل؟ علاقات المغرب الاقتصادية مع إسرائيل لطالما كانت قائمة. شركة زيم الإسرائيلية لانافيت ديال نقل السلع والبضائع من وإلى المغرب إسرائيل. العملية اللي كانت كتكون على جوج المراحل، من كازا لطرقونة الإسبانية ومن طرقونة الحيفا. الفرع ديال الشركة كان في كازا. شركة نيتافيم تابعة للجيش الإسرائيلي اللي الاختصاص ديالها البذور ديال المطيشة اللي كتغطي حاجية 85% من الطماطم المغربية. زيد عليها التمر اللي كتشرف عليه شركة مارشيم الإسرائيلية في سوس ماسة درعا. زيد عليها شركة اتصالات المغرب اللي داخلة فيها إسرائيل بأسهم وعاطينهم الريزو فاس والصويرة والراشدية وبودنيب. وزائدون المستشار اليهودي للملك أندري أزولاي، الوزراء والمسؤولين اللي وصلوا لسدة حكم إسرائيل اللي هما من أصول مغربية. عمير بيرتز وزير الاقتصاد والصناعة ديال إسرائيل راه ولد بجاد، وزير الداخلية الأسبق الإسرائيلي إلي مخلوع درعي ولد مكناس، ووزير الأمن القومي والرئيس شباك فرع تل أبيب أمير أوحانة من أصل مغربي. وحتى وزارة الدفاع الإسرائيلي واحد الوقت شدها مراكش قح اللي هو ميخائيل بيتون، ميردخاي فعنون وعالم في النواوي إسرائيلي ولد مراكش. هادو كاملين اللي تلاقاو ملك المغرب كيقولوا ليه الله يطول في عمر سيدنا. الملك الحسن الثاني كان أول رئيس دولة عربية كيدير اجتماع مع رئيس المؤتمر اليهودي العالمي نحوم جولدمان اللي كان مقرب للسلطات الإسرائيلية في 1970. الملك الحسن الثاني سافر وزير خارجية إسرائيل موشي دايان للرباط بشكل سري سنة 1977 متنكر، مدير موستاج وبيريك باش يتلاقى مع الملك الحسن الثاني وهدر معاه وتوسط ليه مع أنور السادات رئيس مصر باش يديروا اتفاقية السلام كامب ديفيد. خد عليها السادات جائزة نوبل وجروا عليه من جامعة الدول العربية. هادشي ماشي بالتخبية، هادشي كاين علني في كتاب مذكرات ملك ديال الحسن الثاني. 1986 الحسن الثاني استقبل رئيس وزراء اسرائيل شيمعون بيريز امام انظار العالم باش يتذاكروا على حل النزاع الفلسطيني الاسرائيلي، اكبر جالية يهودية من اصل المغربي في الاسرائيل اللي كتفوت المليون نسمة، و 80 الف اسرائيلي سنويا كيزوروا المغرب في معابد الهيلولة الحج ديال اليهود في زاكورة والصويرة، وكيضربوا ببوش وكيتصوروا مع الحنوشة ديال بوميلود في جامع لفنة في مراكش. في الكتاب ذاكرة ملك صفحة 172 الصحافي إيريك لورانس والملك الراحل الحسن الثاني سولوا واش كيبان لك أن القدس تقدر تبقى عاصمة ديال إسرائيل. فجاوبوا باللي العرب كتستعمل اللفظ ديال القدس الشريف، يعني أن مدينة القدس مدينة مقدسة بالنسبة لنا، وأن العرب ما كيطالبوش باسترجاع القدس كاملة بحال اللي كان قبل الحرب 1967 اللي تسمات بنكسة 67 أو حرب 6 أيام اللي انهزموا فيها العرب، ولكن كيطالبوا فقط بالأماكن الإسلامية المقدسة، وهم باغين لا حائط المبكى لا معابد اليهود ولا كنيسة القيامة، وإنما كيطالبوا بأماكنهم المقدسة بحال المسجد الأقصى اللي صلى فيه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الحسن الثاني من بعد حرب 1967 أو حرب 6 أيام العربية ضد إسرائيل هو اللي جمع قادة الدول العربية
في قمة فاس سنة 1982 اللي اتفقوا فيه على قبول والاعتراف بالقرار الأممي 242 و338 اللي فيه اعتراف بدولة إسرائيل وقيام دولة فلسطين في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، باعتبار أن الحروب العربية الإسرائيلية ما كانش ضد شبح وإنما كانت ضد كيان سميتو إسرائيل. هاد شبلة من ذكر نهار ياسر عرفات رئيس المنظمة التحرير الفلسطينية استقبل زعيم البوليزاريو محمد عبد العزيز الحسن الثاني من انساق ليه الخبار طلع ليه الدم، وقال فإذا قام فلسطيني يتكلم في شي مؤتمر وبقي مغربي جالسا فراه انتقاما لروح شهدائنا الذين مثلوا بالصهاينة غايت تطلع باب داره بداك الشي اللي ما كيتسماش. ومني مات الحسن الثاني الله يرحمه خرجات إسرائيل طابع بريدي فيه التصويرة ديالو تكريما ليه. وفي 2003 اجتمع وزير الخارجية الإسرائيلي سيلفان شالوم بالملك محمد السادس في المغرب وتعاود تفتح المكتب ديال الاتصال اللي من بعد غادي تعاود يتسد. بزاف ديال الناس كيحسب ليهم أن التطبيع مع إسرائيل هو الاعتراف بإسرائيل كدولة. إسرائيل ما محتاجاش الاعتراف، فراهي ديجا دولة معترف بها في الأمم المتحدة منذ 1948. إذن هي شنو باغا؟ هي باغا فك الحصار والعزلة على الشعوب العربية وأنها تدير علاقات. واش إسرائيل احتلال؟ احتلال. داكشي علاش المغاربة ما كيتباهوش بالتطبيع بحال الإماراتيين، فهو أخلاقيا شوية غير مرحب به، معادلة صعيبة تحط فيها المغرب. تطبيع مع كيان تبنى بالقوة فوق جثث الكهول والأطفال والضعفاء، انا كمغربي ما كنقبلوش. انا ما كنعرفش منين جابوا المصطلح ديال التطبيع، انا ما كنامنش بالالفاظ. انا ضد الظلم، انا ضد الاستقواء على الشعوب. نستنكر الظلم لانه فقط ظلم لاخواننا في الشعب الفلسطيني والمذابح البشعه اللي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في حق الاطفال والابرياء. لا تكونوا فلسطينيين اكثر من الفلسطينيين، خاص تكون معها لا تكونوا صهيونيين أكثر من الصهاينة. فبالقدس لي أرض ونخل وغلامة كانت تخبئ كل أسرار المحبة فيه، لا أطلب المسجد الأقصى، إني أطالب بعشقي وللبيت رب يحميه. الكيان الصهيوني زرع غصبا عن التاريخ والجغرافيا السياسية، كيان شاد ودخيل في قلب الأمة العربية، ولكن رأى العرب اللي ما قدروش فبدأوا كيطلبوا سلة بالعنب. ومن لوموش دي بلا خان، احنا اللي خرفان بالوراثة. سيداتي سادتي، حلقة اليوم مسالات. شكرا لكم بزاف بزاف على المتابعة. الجلسة معكم كانت حلوة حلوة بزاف، والله ما سخيت بيكم. قربنا نوصلوا لميتين ألف مشترك، الله يعطيكم الرضا والحلوة مقردة. وهاد 2020 دخل علينا بالصحة والسلامة والقنصليات. المغرب أولا والمصلحة دياله فوق كل اعتبار، والسيادة دياله ما فيهاش مجال للمزايدات، ويجيو إن شاء الله استثمارات بلادنا تزيد لقدام. ما تنسوش جام وكومنتار وتابعوني على الانستغرام. كان معكم أخوكم وحبيبكم يونس مسرار. السلام عليكم، دوزوا بخير. نذكر دائما كلما اجتمعنا حقوق الشعب الفلسطيني أن كل منا يغني على ليله، وكل منا يعتقد أن الفلسطينيين جماهير مغربية اللي كتسمي كل الطيارات خرجت اليوم للشارع باش تصيفط واحد الرسالة قوية أن المغاربة كلهم ضد التطبيع وكيتربطوا